بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 61. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام في برنامجنا أحكام القرآن، قد وصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا نداء من الله لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، يتضمن التحذير، وناداهم بأنهم أوتوا الكتاب ليقيم الحجة عليهم، لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم. فقال سبحانه: والمراد بالكتاب التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهما الصلاة والسلام. قال الله لهم: آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وهو القرآن. هذه ثلاثة كتب: التوراة والإنجيل والقرآن، كلها يصدق بعضها بعضا في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبيين، وأنه تجب طاعته على جميع العالمين، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى العالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والقرآن وصفه الله بأنه مصدق لما مع أهل الكتاب من التوراة والإنجيل، في أن كل ما فيهما حق وصدق ومنزل من الله جل وعلا، فأمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كتابه يصدق كتابيهما، فلا مجال للاختلاف ولا مجال للجحود. ثم قال سبحانه وتعالى: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. هذا تهديد ووعيد لهم في أن الله جل وعلا سيأخذهم بالعقوبة العاجلة، فيطمس وجوههم، بمعنى أن يزيل معالمها وأن يردها على أدبارها عقوبة لهم، حيث أنهم أعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى وصدوا عنه تكبرا وعنادا وحسدا، فإن الله يجازيهم بصد رقابهم ووجوههم ورؤوسهم إلى غير اتجاهها الصحيح جزاء وفاقا. فهذا وعيد عاجل ومتوقع من الله سبحانه وتعالى، وهناك وعيد آجل ودائم وهو اللعنة من الله سبحانه وتعالى، وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل بسبب كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله، برسول الله محمد وكتاب الله القرآن، فإن الكفر بهما
يوجب اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، كما أن الإيمان بهما يوجب الرحمة من الله عز وجل. ثم ذكرهم بما وقع لأسلافهم لما ارتكبوا ما حرم الله وخالفوا كتاب الله الذي بين أيديهم حين اعتدوا في السبت، وذلك أن الله سبحانه وتعالى امتحنهم، حرم عليهم صيد الأسماك يوم السبت، ثم سلطها بالتكاثر يوم السبت من أجل إغرائهم بصيدها، ولكنهم صادوها بطريق غير مباشر بل بالحيلة حتى لا يقال إنهم خالفوا النهي، فعمدوا إلى حفر فحفروها ثم جعلوا عليها الشباك، فإذا جاءت الأسماك يوم السبت وقعت في هذه الحفر وأمسكتها الشباك، ثم يأخذونها يوم الأحد اليوم الذي أذن لهم بالصيد فيه. ولا يخفى أن هذا احتيال على ما حرم الله عز وجل، وقد نهاهم صلحاؤهم عن هذا العمل وهذه الحيلة فلم يمتثلوا، ولذلك أخذهم الله بعذاب بئيس ومسخهم قردة، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ذكرهم الله جل وعلا بهذه العقوبة التي حصلت لأسلافهم لما خالفوا كتاب الله الذي بأيديهم، وكذلك هو سبحانه وتعالى قادر على أن يعاقبهم أشد العقوبة لما خالفوا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: وكان أمر الله مفعولا، أي قدره، أمره القدري لا بد من وقوعه، فليحذروا من أن تقع بهم هذه العقوبة. ثم قال سبحانه وتعالى: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فخلقهم لعبادته ونهاهم عن أن يشركوا به، وأرسل الرسل وتدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك، وأنزل الكتب تبين ما هو الشرك وما هو التوحيد حتى لا يقعوا فيه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.